نخش بقى في المعمعة. يلا بينا. الاهلي لا لسه مش السبور. لا انا مستعجل ليه قوي؟ لا لسه ماشي. الاهلي والزمالك مين فيهم فتح باب المفاوضات معاك؟ سكه ودغري. سكه ودغري. سالت الكابتن ايمن منصور قال لي بقول لك يعني انا ماليش دعوه احمد هو ولا شو، فقلت له اجيب احمد. ماشي عايز ايه بقى؟ طب انا سالتك. انا قلت لك الاثنين الاهلي والزمالك. طيب وانت انت عايز ايه؟ قعدت مع مين؟ ما قعدتش مع حد والله. طب انت اقرب لمين؟ ما قعدتش مع حد والله. اقرب لمين؟ اقرب يعني لمين؟ اقرب لمين؟ دماغي. والله الاثنين اتكلموا معايا وقلت لهم انا ليا عقد في النادي، فاضل لي سنتين في النادي. اللي يعرف يخلصني من النادي انا ما عنديش مشكله. ما عندكش مشكله. هو انا مع النادي. انت مع النادي. فاضل لي سنتين. عقدك فاضل سنتين مع النادي. فاضل سنتين غير دي. غير السنة دي. الله أعلم بقى احنا هنعمل ايه في السنة دي. الله أعلم. لا وانا لحد النهاردة قاعد في النادي. ما فيش سنة. ولا رايح هنا ولا رايح هنا. صحيح. طب انت اصلا كنت تلعب في الزمالك. في حتة زملكاوية كبيرة برضو بابا يعني. طبعا. بتكلمش معاك يقولك زمالك. هو بيقول لي طبعا، بس هو القرار في الاول وفي الاخر بيكون ليا يعني. هو بيقول لي زمالك مثلا، اهلي، مصري. ما انا لما جه موضوع المصري ايوه ما كان ممكن عشان في جمهور وبتاع كان ممكن يقول لي الزمالك هيزعله او هيتضايقوا. لا ما قاليش، لا ما انا دي مستقبلي برضو يعني. الكوره دلوقتي ما فيهاش انتماء. في انتماء. بس يعني انا مصلحتي مثلا، طب ما انا كنت في الزمالك ومش في احتراف اكتر يعني. احتراف اللي هو طبعا. الملعب انا بدي للملعب ايا ما يكون هو مين. طيب مصلحتي يعني اهم. مصلحتك اهم. طب طيب من وجهه نظرك مين اللي هيعرف يقول لاحمد ايمن منصور انا معاه؟ يعني مين اللي هيخلي يطلع لك لو قال ايه بالبلدي، ولو قال ايه احمد ايمن منصور يقول انا معاك؟ لا اللي هيخلص مع النادي والله يعني. لا خلص مع النادي. ما هو دي خلاص ما خلصنا. اهم الاثنين راحوا. الاثنين راحوا المكان اللي العب فيه. الاثنين راحوا. انا طبعا محترم فيك جزئيه مهمه. ان انت مكبر النادي بتاعك اللي هو بيراميدز. طيب. وبالتالي بتتكلم وانه ده للاداره، فدي حاجه محترمه منك تدل على ان انت لعيب محترف. دي ما فيهاش كلام. ده رقم واحد عشان بس الكلام مرتب ومنظم. طيب. رقم اتنين، ما هو الناديين مش هينفعوا يخشوا غير البيت من بابه، لان انت راجل موقع مع ناديك وبالتالي انت راجل محترف. فاضل لي سنتين لسه فاهم. ففاضل لك سنتين. فالناس راحت الاثنين راحوا خلصوا وجم بقى لاحمد ايمن. ده جاي لك بعرض وده جاي لك بعرض. هل انت مثلا بتفكر في المشاركه اساسيه؟ طبعا. هل انت دي اهم. فهمتني بقى؟ هو ده السؤال. هو ده يعني انا مثلا لو واحد جاله برشلونه وريال مدريد ماشي، مش هيروح هنا علشان يقعد ومش هيروح هنا علشان يقعد. انا عايز اروح العب. اصل انا لعيب مثلا في بيراميدز. وبنافس على الدوري وافريقيا والكاس وبتلعب وفي المنتخب. يعني انا في المنتخب، فمش رايح اقعد في حته. يعني انا عايز اروح العب علشان افضل في المنتخب.